شطور انت فعلا، ما حد يجي غير وياك. اعتصمنا، اضربنا عن الجريدة عدم طباعتها امبارح هذا الحكي، ونزلت الإدارة على أساس انه يتفاوضوا معنا، ووعدونا انه اليوم وعد يحلوا لنا مطالبنا، واليوم جينا ما لقينا لا مطالب ولا شيء، وحكوا لنا اذا بكره ما تحققت مطالبكم اعملوا اللي بدكم اياه، يعني اعتصموا بما معناه. مطالبنا يا سيدي عزيز زيادات سنويه، صار لنا 4 سنين ما اخذنا زيادات سنويه، التزام بالراتب، كل 15 شهر كل 20 شهر بيعطونا راتب. رواتبنا عدم مؤاخذ، بتنزل قاعده متاخره زي ما تفضل الاخ، ب 23 ب 24 ب 17 ب 18، طبعا اللي عليه قروض، اللي عليه ديون، اللي عليه التزامات، عرف كيف؟ اجرات، مدارس، عدم مؤاخذة. احنا في عيد الله اكبر اللي مرق علينا بصرفوا لنا سلفه من راتبين، عرف كيف؟ سلفه 60 ليره. احنا يا سيدي انا مناشد لجلاله سيدنا الملك عبد الله، موظفين مطابع جميعا، بناشد جلاله سيدنا عبد الله انه يوقف معانا ويحل المشكله اللي احنا فيها والازمه اللي احنا فيها.